ومساء الخير عليك. اهلا وسهلا ابو. خليني بقى اسالك، لان الموضوع بقى منتشر قوي. هو انت سرقت الاغنيه ولا الاغنيه بتاعتك وحد اخذها منك، ولا ايه القصه بالظبط؟ انا متاكد حضرتك بتسالي السؤال ده وانت عارفه الاجابه. متهيألي هو كان حصلت حاجه ليها علاقه ب اغنيه اسباني نزلت، والناس قالت ان هي دي الاغنيه الاصليه، بس هي الاغنيه دي اللي كتبها وغناها فنان لبناني اسمه جوني عواد. وهو عملها كهوايه. هو مدرس لغه اسبانيه، وهو حب الثلاث دقات جدا، وراح مترجمها اسباني ومغنيها وبعتها لي على الواتساب. انا اول مره كنت اسمعها كانت على الواتساب وعجبتني. وبعد كده دخلت شفت جوني عواد عمل ايه، شفت اونلاين يعني، لقيت ان هو كان عمل كفر لفرانك سيناترا، وعمل كفر تاني لاندريا بوتشيلي، وراجل بيحب يغني يعني، بس مش هو ده، مش عاملها كمان يعني كهوايه. وعجبتني جدا جدا اول ما سمعت الفيرجن الثاني، عجبني جدا جدا، وقلت له ان هي، وكلمته وقلت له عجباني جدا واحسن فيرجن يعني. حصل فيرجن كتير قوي، كفرز كتير قوي للاغنيه، سواء بقى مصريه، لبنانيه، امريكانيه. صحيح يعني صحيح. فطلبته عشان اقول له فعلا من احلى الفيرجنز اللي سمعتها كانت اللي هو عملها. وبعد كده لقيت بقى أنا عندي سؤال علشان نحسم هنا الجدل. في رأي بيقول، ومش هقول رأي ناس يعني هو، لا رأي متخصصين، بيقولوا إن أصل الموسيقى بتاعتك دي بترجع لمفروض مؤلف أسباني مشهور كلاسيكي تحديدا اسمه جرانادوس، والعمل الأصلي ده مفروض إن هو 12 رقصة حسب الخبر للبيانو، والموسيقى مسروقة من الرقصة الثانية اسمها أورينتال، فهو رقص الشرقي. فهل الكلام ده مظبوط برضو ولا لا؟ خالص يعني يعني اللي عنده حاجه يثبتها يا ريت يثبتها، ان فعلا الموضوع مش كده خالص. وخلي بالك هو من ساعه ما الموضوع، من ساعه ما ثلاث دقات نجحت، على قد النجاح اللي جابته، على قد ما لقيت ناس بتقول حاجات غريبه جدا من هذا المنطلق، ولا حاجه حقيقيه اطلاقا يعني. طيب على كل حال ابو، يعني انا بشكرك جدا، وهي اغنيه ناجحه جدا وحققت نجاح في العالم كله، مش بس في الوطن العربي او في مصر، ومستنيين بقى منك مزيد من النجاحات. يعني انت في حاجه جديده قريبه ولا لا؟ بس حاجه بنفس المستوى ده، زي ايه لو ينفع تقول لنا كده؟ اول يوم ليا، فحاول تديني اي حاجه خاصه يعني. انا طبعا تحت امرك اكيد. انا عندي في ان شاء الله حريميت ثاني اغنيه من البوم شربات، اغنيه اسمها شربات، وهتبقى ريليس ان شاء الله في مارس ان شاء الله. وهي من اعز الاغاني اللي عملتها على قلبي يعني. طب ما ينفعش ابقى يعني معلش غلسه شويه ونسمع حاجه منها او جزء، ولا هيبقى صعب؟ بصي صعب عشان انا في، انت يعني مسافر. انا مش حاضر اغني في المكان اللي انا بتكلم منه. وانت حلو ماشي. طيب ابو، على كل حال انا بدعوك مره تانية ان شاء الله تكون معانا قريب في حلقه معايا في الحياه اليوم، ونتكلم ونسمعها بقى منك لايف كمان. يشرفني جدا جدا جدا. ميرسي يا ابو، شكرا ليك. شكرا.